جرائم وانتهاكات ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين لا تتوقف، فقد كشفت تقارير صادرة عن المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة إب ومنظمة حقوق الإنسان في محافظة ذمار عن ارتكاب الميليشيات 182 جريمة وانتهاكا في المحافظتين خلال الشهر الماضي، تنوعت بين القتل والاختطاف والتعذيب حتى الموت. لا تنحصر جرائم وانتهاكات ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين في المناطق الواقعة خارج سيطرتها والمتمثلة بأعمال القتل والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية فحسب، بل طالت الانتهاكات تلك المناطق الواقعة تحت سيطرتها. فبحسب تقرير صادر عن المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة إب وسط اليمن، فقد ارتكبت الميليشيات خلال شهر أغسطس الماضي 94 جريمة وانتهاك، تنوعت بين 50 جريمة قتل وإصابة و11 جريمة اختطاف. حسب تقرير المركز الإعلامي لمحافظة إب لشهر أغسطس، وصلت الجرائم حتى إلى آخر نهاية الشهر إلى 94 جريمة، توزعت ما بين 50 جريمة قتل وجرح، تقسمت إلى 27 قتيل و23 جريح، و11 جريمة اختطاف، 11 جريمة اقتحام منازل، 8 حالات اعتداء، 3 جرائم سطو مسلح على ممتلكات عامة. وفي محافظة ذمار كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة حقوق الإنسان عن ارتكاب الميليشيا الانقلابية خلال الشهر الماضي أيضا 88 حالة انتهاك وجريمة، أبرزها تجنيد الأطفال والتي احتلت صدارة الانتهاكات وتفتيش ونهب المنازل. خلال هذا الشهر على سبيل المثال في محافظة إب أكثر من 94 جريمة، ومثلها 88 جريمة في محافظة ذمار، وأكثر من ذلك في محافظة صنعاء، وأكثر من ذلك في محافظة الحديدة. كل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الأمد ومهما طال الدهر بهم، لابد أن ينالوا حقوقهم وأن ينالوا جزاءهم وأن يردعهم القانون وأن تطالهم يد الشرعية. المنظمات الحقوقية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وثقت مئات الجرائم التي تمارسها الميليشيات في صنعاء وذمار وريمة والحديدة، أبرزها التعذيب حتى الموت. جرائم متواصلة وانتهاكات متنوعة تمارسها الميليشيات الانقلابية في مختلف محافظات الجمهورية، لكنها تزداد ضراوة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ذاك ما تتحدث عنه التقارير الحقوقية.